عسلامة. عسلامة لاباس. كل عام وانتم حيين بخير، سنة هجرية مباركة، إن شاء الله تونس من حسنة لأحسن، إن شاء الله 2025 و24 تولي باهية باهية. ها بدات القروض وبدات الخلاصات وكل، أما حاجة بركة نقولها القيس راك أستاذ قريت لنا صغارنا ونقدروك وما تخافش معاك تونس كل. بروميرمون دوزيامون الوتلة والكل في اللاك في المرسى. خلينا نتعرفوا عليك وبعد ندخلوا في موضوعنا. مدام الصيد من المحرس صفاقس. في الموضوع اللي باش تحكيه انت اليوم هو استعمال الكلمات الفرنسية في المطاعم والبارتو، يعني بطبيعة العالم معلقة في كل فتيل في كل تمشي المرسى تمشي سيدي بوسعيد تمشي الكل كل كل من الشمال الجنوب مكتوب كلها بالفرنسية. علاه انا مانيش كونتر وكل تقصد على اللافتات ولا اللافتات وكل كل كل تلقاش مطعم مكتوب حاجة فيها بالعربي، حتى اقل المطعم حتى نقدر الحماسة ونقدر اللي يعملوا في الملاوي وشنو وكل، ولكن حتى لي ريستورون كبار كل 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 اسامي فرنسي. هاو دور وراك وشوف كيفاش هذا شرح بيه برقيبه هيك. احنا بوم ما يزينا من قال الراجل لك العام الملح ودرا شنو ودرا شنو وكل يزي من الاحتلال على الاقل. يا سيدي ما تكتب اكتب بالعربيه الليبيه واكتب بالانجلي ليزروبيان كل شيء وخلني واعمل بالعربيه واعمل بالفرنسي للفرنسي وللجماعه اوروبا، اما كلها بالفرنسي. والله نطلب من قيس سعيد ومن وزارة الداخلية ومن البلديات اللي يعطوا في الرخص. أحليه أحليه هذا كل تاخذوا في الرشوة، الرشوة ما عادش حتى كان خدتها حتى كان توا ما تعاقبوش ترجع حتى كان ما تعاقبوش توا ترجع لأولادكم نهار آخر نهار آخر. فهمت كيفاش؟ وكهو قول لهم بالله ينظفوا لنا البلاد البلديات وحطوا لنا والي والي في صفاقس، حطوا والي في صفاقس والحكومه كلها باهيه باهيه وماذا بينا بودين تكلم المواطنين سينو هي كومباتونت وباهيه يحطها كمستشاره في القصر ويعمل لنا وزير كلايمي بالباهي. خلينا نرجع للموضوع الاساسي. جسمه لحظه والله يقدرها ونحبها انا. نحكيو على موضوعنا الاساسي الاستعمال المكثف للغه الفرنسيه. لافتات لافتات هي هي نعرفوا انه معناها الاستعمار عنده تاثير زاد على حتى كلامنا، يعني احنا توينسا نحكيو معناها كلمات بالفرنسي ياسر في كلامنا العادي اليومي. هي عاد شبيه وين استقلنا من عام 56 20 مارس بعدها بورقيبه وكل من في عهد بورقيبه ما تماش كلها فرنسي فرنسي. بدينا التو باش نقعدوا محتلنا فرنسا حتى كل منطق تو احنا شعب واعي والناس كل تكلم علينا بدل الخليج. انا خدمت في افريقيا خدمت في وزاره في سفاره قطر في موريتانيا قرر راجلي برا. احنا كنا شوف قداش عندنا 2000 طبيب في اوروبا تونسي و1500 مهندس البرا معناها احنا كون دي كومباتون واحنا بالكدا بالكدا وكل شيء. ولكن هذه الملاحظه هذه تو كان يغير الامور هذه باه يا سيدي ما في البلديه يقول له اعمل ثلاثه حاجات اونجلي للكلمه بالانجلي وفرنسي للكلمه الفرنسي والعربيه لجماعه ليبيا وجماعه مصر والخليج وكل شيء يكتبوا لافتات بالعربي وبالسوري بالانجلي ما يسالش ما نحيوش الفرنسي يا سيدي. انت معناها اللافتات الموجوده المكتوبه بالفرنسي تقصد انه هذه مظهر من مظهر الاستعمار؟ استعمار واستعمار واستعمار وقلت تي احنا تبيب لا تونيزي تي علاه احنا شعب تونس باهيين وكل مناش ضد الواحد مناش تطبع عليه كما قال قيس ولكن مناش مثلا احنا شعب مسالم العربيه احنا لي جويف والبروتستان والكاثوليك والمسلمين عشنا مع بعضنا وجيراننا دي جويف وكل مناش ضد الشيء هذايا ولكن شويه احترام بلد تونسي كبلد عربي مسلم. ما حطيناش في الدستور كما حطوا في دستور 2014، لا لا احنا بمغلى نحطوا احنا ديجا مسلمين وامورنا واضحه وكل شيء، حتى التقاه هكا ولا هكا يجي ربي يهديه وامورنا عاق، ومحلاك ومحلاكم كله والى اللقاء وربي. كنا عاد خليني انت تسمع مثلا توينسه يحكيوا برشا بالفرنسي. هذيك تحسوا استعمار زاد لا 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 هذيك لغه احنا قارين نعمل اكسبليش انجلش. انت في الكواليس كنت تحكي بالفرنسي فرنسي واكسبليش انجلش الانجلي والعربيه واللغات الكل والهنديه تو ولا تراك تكلموا بها وامورنا واضحه واخذين بناتنا في كل بقعه واولادنا واخذين زاده ولا باس. ماهيش مانيش ضد
بالعكس قريناها وكل، لكن الناس اللي ما يعرفوش ابريت تروا كاترون بالجي الاسبانيول باش تطيح الفرنسي. لغه العالم توا راهو لونجلي ولا والاسبانيول تو ولا تو لازيوم لونج. هيك انا نكلم فيك بوليتيكمون ايكو سيونتيفيكمون كل شيء والحمد لله. معناها انت ما عادش تحب تشوف اللافتات بالفرنسي هكا؟ ما عادش تحب ترى اللافتات بالفرنسي؟ لا 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 خليهم بالفرنسي، يزيدوا العربيه ويزيدوا الانجلي. مثلا كيما اللافته اللي مقابلتنا هكا، مطعم بيتزاريا ريستورون قليل قليل ارى من داخل تلقاها اللافته من داخل كلها فرنسي، ارى تلفت وراك ما غادي كلها فرنسي. مثلا انت تقصد مثلا في المنيو كي تمشي الريستورون ولا خلي عاد وخلي في اللي مجازان وخلي كارفور الكلها اللي روسي والله ياك اللي بيه لا يفهم فيها برا، حتى كان يحط لهم 50 دينار حكايه 5000 ما يفهموهاش. علاه؟ علاه الروسي بالفرنسي؟ وعليه المنيو بالفرنسي؟ سي كوا سا؟ ما هذا يا حبيبتي؟ يعني انت ترى انه حتى في الوثائق الاداريه نحكيو توا على الادارات عربوا عربوا الوثائق الإدارية أغلبها فرنسي يعربوا يعربوا ولا يعملوا دوبل؟ الموجودة 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 توا يعني أغلبها فرنسي فيه بطبيعة الحال موجودة فيه فرنسي اللي هو نورمالمون معناها يخدموا بالعربي يعني حتى يخدموا ملا لا يخدموا بالعربي ويخدموا بدون الأورديناتور حتى ما تعرفش تحط تعطيك لسات لونك هي وحدة ترجم مثلا كل سور بلاس ما فيها حتى شيء سهلة مهلة ولا اله الا الله محمد رسول الله وشويه حاجه اخرى ندخلوا موضوع في موضوع اللي هي زيد انت اللافتات وزيد القنصليه السفاره الفرنسيه تاخذ هكا 400 وما ترجعهمش انت ما عطيتش الفيزا خذ نسبه مئويه نتاع لي بيرسونيل اللي يخدموا ورجع على الاقل 370 يا ليس هنا هاي 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 مجتمع زاده مش احتلال هذاك علاش احنا الفرنسي يجي مبجل مكرم لا فيزا لا شيء احنا سفارة فرنسا كاينا احنا نعسوا عليها احنا القنصلية في باريس وفي ستراسبور شفتها وفي ليون وفي نيس وصورتها حتى جارد كور ما قدامهاش علاش احنا لسلاك شيك ما عندك لوتور سافا خلي الناس تتعدى ما غادي علاه مسكرين عليها هكاك ضرب واحد اش تم تذكرة السفارة بالسلاك الشيكة القنصلية السفارة يرجعوا الفلوس قصيت خنقص يرجعوا الفلوس وياخذوا نسبه مئويه بتاع الواقفين قدام باب وكل وزيد اللافتات ثلاثة حاجات جامي دو سونتروا وماذا بيا توصل ماذا بيا توصل مش ليك الكلمه الاخيره ما نقص شيء محلاكم وميرسي عليكم وربي يعاون نقول مسؤولين ها الموضوع هذا المسؤول المسؤولين فيقوا شويه اللي ما يخدمش على روحه هو مش لازم الحكومه بتاع بوتين سيد تعينك الحكومه ينجم يغير نورمال سيرتو يعطينا وزير اول فلفل محرحر